بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 45. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر شيئا من الأحاديث: فقد دلت هذه الأحاديث على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه، وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقا، وهو المطلوب في هذا الكتاب، أي اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذا أتينا عليه في لقائنا السالف. قال: ومثل هذا ما روى سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. رواه أبو داود وغيره وهو الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يواصل الشيخ رحمه الله التحذير من تشبه بأعمال أهل الجاهلية، ومنها الفخر بالأنساب، لأن الله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم إنما هو بالتقوى لا بالنسب. التفاخر بالأنساب هذا من أمور الجاهلية التي نهينا عنها عموما، ولأن هذا يفرق بين المسلمين. إذا كل افتخر بنسبه فرق هذا بين المسلمين، والمسلمون أمة واحدة، وكالجسد الواحد والبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا دون نظر إلى أنسابهم وألوانهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، كلكم لآدم وآدم من تراب. ثم قال: لينتهين أقوام عن افتخارهم بآبائهم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان، وهي الحشرات التي تباشر النجاسة بأنفها، وهذا غاية الهوان. فالذي يفتخر بنسبه على إخوانه المسلمين ويرى له ميزة عليهم، هذا مثل هذه الحشرة المهينة. وهذا من إذهاب أمور الجاهلية، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أذهب عنكم حبية الجاهلية وفخرها بالآباء. وقد يفتخر الإنسان بأب أو جد كافر ليس له قيمة عند الله سبحانه وتعالى،
إنما هو فحم من فحم جهنم. فلا يفتخر الإنسان بنسبه دون أن يكون له عمل صالح، فالفخر إنما هو بالأعمال الصالحة. ولهذا قال جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالأنساب إنما هي في الدنيا لأجل التعارف، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لأجل التعارف فقط. وأما التفاخر بها فلا يجوز، لأن المسلمين أمة واحدة وجسد واحد وبنيان واحد، لا فخر لبعضهم على بعض إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأضاف العبية والفخر إلى الجاهلية يذمها بذلك، وذلك يقتضي ذمها بكونها مضافة إلى الجاهلية. تقدم أن كل ما أضيف إلى الجاهلية فإنه مذموم، فإضافة الشيء إلى الجاهلية يدل على ذمه والنهي عنه، مثل حمية الجاهلية، تبرج الجاهلية، ظن الجاهلية، وكل شيء أضيف إلى الجاهلية فإن هذا دليل على النهي عنه والابتعاد عنه. نعم. قال: وذلك يقتضي ذم الأمور المضافة إلى الجاهلية، ومثله ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي قيس زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. نعم، هذا حديث عظيم يرسم لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المنهج الذي نسير عليه، وذلك بأن نترك أمور الجاهلية كلها، ومن ذلك الخروج على ولي الأمر، فإنهم كانوا في الجاهلية لا يخضعون لسلطان ولا ينقادون لحاكم، وإنما هم قبائل متفرقة متناحرة فيما بينها لا يجمعهم ولاية، وإنما يلتحق كل طائفة أو كل قبيلة بدولة من الدول الكبرى في وقتهم كفارس والروم، وليس للعرب دولة تجمعهم، فهم في جاهلية. فالتفرق وعدم الخضوع لولي الأمر وعدم السمع والطاعة هذا من أمور الجاهلية، فمن خرج على ولي أمر المسلمين فقد عاد إلى الجاهلية. من خرج على ولي أمر المسلمين وشق عصا الطاعة فقد عاد إلى أمور الجاهلية، وإن مات على ذلك فإنه يموت على خصلة من خصال الجاهلية، وهذا من باب الذم والوعيد على من يشق عصا الطاعة أو يفارق الجماعة. الله جل وعلا يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفي الآية الأخرى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالأمة الإسلامية واحدة، ولا تكون أمة ولا تجتمع إلا تحت قيادة، ولا قيادة إلا بسمع وطاعة،
الذي لا يسمع ولا يطيع لولي الأمر هذا شق عصا الطاعة وفارق الجماعة وخرج إلى أهل الجاهلية، فإذا مات فإنه يموت على خصلة من خصال الجاهلية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وفي رواية: عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة. ذلك لأنه ليس النظر إلى شخصه، وإنما النظر إلى منصبه وما يقوم به. فقضية الأشخاص والشخصيات هذه لا اعتبار لها، إنما العبرة بالمنصب، وإنما العبرة بالعمل دون نظر إلى الشخص. وإنما هذا كان من أمور الجاهلية، الذين يعظمون الأشخاص هؤلاء هم أهل الجاهلية. أما الإسلام فإنه لا ينظر للشخصيات، وإنما ينظر إلى المناصب وينظر إلى الأعمال. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذه مسألة عظيمة. وكذلك الذي يفارق الجماعة، جماعة المسلمين، ويشذ برأي يخرج به على عقيدة أهل السنة والجماعة، ويتبنى مذهب الخوارج أو مذهب المعتزلة أو مذهب المرجئة أو مذهب القدرية أو أي مذهب من المذاهب المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، فإنه يكون فيه خصلة من خصال الجاهلية، قد تزيد وقد تنقص. وإذا مات على ذلك فإنه يموت على خصلة من خصال الجاهلية. وكذلك الوفاء لذوي العهود، الوفاء لذوي العهود، فيجب الوفاء لذي العهد في عهده، ويجب احترام دماء المسلمين ودماء المعاهدين. ولهذا قال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله هي نفس المؤمن أو نفس المعاهد. نفس المؤمن، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المعاهد: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذا إذا قتله عمدا. أما إذا قتله خطأ ففيه ما في النفس المؤمنة من الدية والكفارة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. فلا شك أن منهج الإسلام هو منهج الكمال والتمام والاجتماع على الخير، والنهي عن التفرق، والنهي عن شق عصا الطاعة، والنهي عن سفك الدماء المحترمة. كل هذا مما جاء به الإسلام وخالف فيه أهل الجاهلية. فالجاهلية قد انتهت ولله الحمد، الحمد لله، ببعثة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وتفاخرها بالآباء. أذهبها بماذا؟ أذهبها بالإسلام، الحمد لله، وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعثة الرسول أنهت الجاهلية، فلم يبقى لها وجود في الأمة الإسلامية من حيث العموم،
وقد تبقى فيها وقد تبقى منها قد تبقى منها أشياء في بعض الناس، يبقى منها خصال في بعض الناس، حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الجاهلية العامة قد انتهت ولله الحمد ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء: باب قتال أهل القبلة من البغاة والعداه وأهل العصبية. نعم، الفقهاء رحمهم الله عقدوا بابا أو أبوابا في الذين يخرجون عن الطاعة، وهم ثلاثة أقسام. قالوا: الخارجون عن قوضة الإمام ثلاثة أقسام، وهم قطاع الطريق والبغاة والخوارج. فقطاع الطرق هم الذين يعرضون للناس في الصحراء أو في البنيان، يسلبونهم المال ويقتلون الأنفس ويأتون بتهديد السلاح، هؤلاء قطاع الطرق وهم المفسدون في الأرض. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. النوع الثاني البغاة، وهم الذين يخرجون على ولي الأمر، ليس قصدهم المال كقطاع الطرق، وإنما قصدهم إنهاء الولاية المسلمة لتأويل سائغ، لكن نزلوه في غير منزله، لأن يدعوا أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إذا رأوا من ولي الأمر مخالفة من المخالفات. لا شك أن هذا منكر، قد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب إنكار المنكر على كل حال، ولكن جعله أنواعا لا يصار إلى نوع لا يصار إلى نوع لا يجدي، ولكن حسب المقدرة. ولهذا نوع صلى الله عليه وسلم إنكار المنكر بحسب المقدرة، الذي له سلطة ويقدر على إزالة المنكر بيده كالسلطان ونائب السلطان يزيل المنكر بيده بموجب السلطة التي معه، وكذلك قيم البيت، فإن صاحب البيت له سلطة على من في البيت، يغير بيده على أولاده وعلى زوجاته ومن في بيته. أما الذي ليس له سلطة فهذا يغير باللسان، وذلك بالبيان والوعظ والتذكير إذا كان عنده علم ومعرفة بالحلال والحرام والطريقة الصحيحة في الإنكار، ينكر بلسانه ولا يمد يده للتغيير، وإنما ينكر باللسان بأن يبين للناس أن هذا منكر، أو يبلغ من لهم السلطة في أن يغيروا هذا المنكر الذي حصل في محل كذا. وإذا كان المنكر صادرا من ولي الأمر، وولي الأمر ليس معصوما ما دام أنه لم يصل إلى حد الكفر، فإنه قد يقع منه مخالفات، ومع هذا أمرنا صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالعهد، وأمرنا بالصبر، ونهانا عن الخروج عليه حتى ولو كان غير مستقيم في دينه وأخلاقه، لكنه لم يصل إلى حد الكفر، فإن الخروج عليه في هذه الحالة فيه من المفسدة أشد من البقاء على المنكر الذي عنده. ومعلوم أن درء على المفسدتين بارتكاب أدناهما
أمر مشروع، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كان المنكر يقع من السلطان نفسه بأقواله أو بأفعاله أو سلوكياته، فهذا يناصح سرا ولا يناصح على رؤوس الأشهاد وفي المساجد والمجالس، لأن هذا معناه إغراء للناس بالخروج على ولي الأمر وتنفير بين ولي الأمر وبين الرعية، فهذا مفسدة وليس مصلحة. ويبقى إذا كان يقدر على إبلاغ ولي الأمر بالنصيحة، إما مشافهة وإما بأن يكتب له وإما بأن يوصي من حوله أن يبلغوه، فهذا أمر مطلوب. وإذا لم يتمكن فإنه معذور، فإنه معذور إذا سكت في هذا الأمر لأنه لا يقدر على إيصال الإنكار. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد ذلك، بأن من كان عنده نصيحة لولي أمر فليأخذ بيده ولينصحه، فإن قبل وإلا فإنه يكون قد أدى الذي عليه. هذا هو المطلوب في هذا الأمر. فالبغاة تجاوزوا هذا الخط وأرادوا الإنكار على ولاة الأمور بالفعل، وخرجوا على السلطان يريدون تغييره، لأنه من إنكار المنكر بزعمهم. خالفوا بذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه يصبر على ظلمهم وجورهم، لما سئل، لما ذكر من ولاة الأمور وما يحصل منهم، قيل أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي رواية ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله سلطان. وهذا الأمر لا يتولاه الغاغة والمتعالمون، وإنما يتولى هذا الأمر العلماء، علماء الأمة هم الذين ينظرون في هذا الأمر ويناصحون ولي الأمر فيه. وأما الغاغة والعامة وأنصاف المتعلمين فلا يدخلون في هذا الموضوع الخطير الذي يبلبل الأفكار ويشتت الأمة ويسبب سفك الدماء ونهب الأموال وغير ذلك. فالصبر على ولي الأمر المؤمن وإن كان فاسقا، صبر على ما عنده أخف من الخروج عليه، لأن الخروج عليه يسبب منكرات أعظم من سفك الدماء وتفكك الأمة وشق عصا الطاعة وتدخل الأعداء في شؤون المسلمين. فما تدخل الكفار في الأمة الإسلامية أو في الدول الإسلامية إلا بسبب تلاعب سفهائها الذين يريدون الفوضى، فحينئذ يفرح الكفار ويتدخلون بحجة الحماية لطائفة منهم. ولو أن المسلمين سلكوا المنهج الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أرشد إليه الكتاب والسنة، لو سلكوا هذا المسلك لم يكن لكافر أن يتدخل بينهم، ولا لمنافق أن يروج الفتنة بينهم. هؤلاء هم البغاة. وأما الخوارج فهم الذين يخرجون على ولي الأمر بغير تأويل أو بتأويل غير سائغ، وذلك بأن يكفروا المسلمين ويكفروا ولاة الأمور ويقولون إنهم حلال الدم لأنهم كفار. هذه طريقة الخوارج، يكفرون بالذنوب التي دون الشرك ودون الكفر، يكفرون بشرب الخمر، بالزنا، بالسرقة، وهذه ليست كفرا، هذه فسق، هذه تنقص الإيمان. وأما أنها تبطل الإيمان وتنقض الإيمان فهذا قول باطل، وهذا قول الخوارج. لو كان هؤلاء كفارا لما وجب إقامة الحدود عليهم، لما وجب رجم الزاني أو جلد الزاني، لما وجب جلد شارب الخمر، لما وجب قطع يد السارق، لما وجب قطع يد ورجل قاطع الطريق، كان يقتلون، ينهى أمرهم.
لكن كونهم تقام عليهم الحدود هذا دليل على أنهم مؤمنون وأنهم مسلمون وأن الحدود تكفي في حقهم. فهذا من جهلهم. والسبب في هذا أنهم يأخذون طرفا من الأدلة ويتركون الطرف الآخر الذي يفسر هذا الطرف أو يبينه أو ينسخه، فهم يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون أطرافا كثيرة من الكتاب والسنة، ولهذا ضلوا. وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج وأمر بقتلهم وأخبر أنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، وأمرنا بقتلهم إنهاء لشرهم وكفا لعدوانهم وردعا لأمثالهم. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء من اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. شكر الله لشيخنا فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم. وهذه في الختام تحية مهندس الصوت سهل بن عبد العزيز. حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.